عملت كده اساسا. كان في كلام قبل الاسابيع دي عن شركات بتستعد لطرح نفسها في صحيح البورصه، وكان في مجموعه طروحات يفترض صحيح، السوق منتظرها مع بدايه 2016. هذه الطروحات ايه اهمها، وهل فعلا ده هيسبب ان الشركات دي تتراجع عن طرح نفسها في البورصه دلوقتي؟ هي تراجعت بالفعل. يعني هي بعض الشركات كانت المفروض ان هي مع الربع الثاني، مع عفوا مع النص الثاني من عام 2015، كان المفروض ان هي هتبتدي تطرح اسهمها في البورصه. يمكن لما نزلت شركه اعمار عملت ازمه كبيره، لانها نزلت بقيمه سعريه عاليه والسهم انخفض في اول يوم تداول تحت سعر الاكتتاب، فده عمل انطباع سلبي جدا عند المتعاملين، واصبح اي اكتتاب هينزل من شركه قطاع خاص هيكون صعب قوي انه ينجح. طبعا على طول الشركات التانية بدأت تستقر المسألة دي، فأجلت الطرح تماما على الأقل خلال الكام شهر دول، لحد بس ما الدنيا تستقر في الخارج. لكن عايز أقول لحضرتك إن الحكومة نفسها متوقفة تماما عن أي طروحات يمكن من بعد المصرية للاتصالات في 2006. أهم حاجة علشان البورصة ترجع تنتعش تاني، ويمكن احنا سمعنا في المجلس التنسيقي للاجتماع بتاعه الأخير في البنك المركزي إن هم هيعيدوا إحياء دور البورصة في عملية التمويل تاني، إن هو يتم طرح شركات حكومية، هو ده اللي هينعش البورصة بالفعل، إن يكون في شركات حكومية بس رابحة طبعا، مش شركات خاسرة، تكون بغرض بقى إعادة هيكلة، بغرض زيادة رأس مال، يعني نبعد عن مفهوم الخصخصة اللي مزعل الناس ده، بحيث ان احنا نعيد بس وده دور بديل البورصه. كويس للخصخصه، يعني ده بديل محترم للخصخصه. بالظبط، انت بتبيع المصريين يعني، مش بتبيعوا وبتبيع وفي النهايه انت بتمتلك حق الاداره، وانت اللي بتمتلك كل حاجه. انا بقول لك انت هتزود راس المال علشان تعيد هيكله الشركه عن طريق البورصه، واطرح بسعر معقول واعمل دعايه ايجابيه للطرح، ساعتها هتقدر انك انت تحصل على تمويل جيد، وبالتالي هتفيد البورصه برضو انك هتعيد النظر اليها. الشعب المصري برضو زي ما حضرتك عارف ما زال بيثق في الحكومه. يعني الحكومة لما بتطرح شركة يبقى هي هتطرح شركة، مش هتطرح بسعر مبالغ فيه، بعكس القطاع الخاص برضو يقول لك ده سعر مبالغ فيه، فبيبقى الإقبال مختلف تماما. فلو الحكومة فعلا خدت هذه الخطوات أعتقد أن البورصة ممكن يعاد يعني رونقها مرة تانية ليها زي ما كانت في 2005 و2006 و2004. في ناس صيادين زي الهانترز، أول ما يلاقي البورصة واقعة كده يبدأ يرمي فلوس ويرجع يستعيدها بمكسب، الناس دي تدخل دلوقتي ولا استنوا شوية؟ لا طبعا أنا ما أقدرش أقول له ادخل دلوقتي، لأن زي ما قلت لحضرتك المسألة مرتبطة بنظام عالمي، يعني في أزمة في الخارج، مش أزمة عالمية علشان بس الكلمة دي كبيرة قوي وهي منتشرة اليومين دول إن الأسواق بره بتمر بأزمة عالمية جديدة، لا هي الأسواق دي ارتفعت بشكل كبير قوي. يعني مثلا السوق الأمريكي ده عمل حوالي 210% في 6 سنين، 220%، ألمانيا مثلا 205%، فهم لما يتراجعوا 10 20 30 40 حتى في المية عادي عادي ما فيش مشكلة. لكن احنا الأزمة بالنسبة لنا كالسوق المصري أو الأسواق الخليجية حتى إن احنا ما شاهدناش نفس الطفرة دي بسبب ثورات الربيع العربي والظروف الجيوسياسية اللي كانت موجودة في المنطقة، فأول ما هم بيتراجعوا بنتراجع معاهم. فعشان كده ما اقدرش اقول لحد دلوقتي ادخل اشتري في ظل الاضطرابات الكبيره اللي موجوده، وخاصه في اسعار النفط، لان اسعار النفط دلوقتي بتسمع توقعات سلبيه كتيره قوي إن ممكن يبقى في ارقام ادنى وحاجات زي كده يعني. فانا اقدر اقول له بس لو انت بتشتغل كنوع من المضاربه اللي هي المتاجره السريعه، طبعا ممكن تستفيد من التراجع الحاد اللي حصل ده في تحقيق ارباح راسماليه على الاجل القصير، لكن على الاجل الاطول لسه الرؤيه ما زالت غير واضحه. بالنسبه للعاملين في البورصه، ان لينا برضه حضرتك صوره الناس، يعني صوره الناس في البورصه ايه دلوقتي؟ مطمنين؟ خايفين من بكره؟ الناس شعورهم ايه؟ المتعاملين في البورصه خلاص يعني مش عايز يعني مش عايز اكون سلبي جدا، لكن هو عندهم يأس شديد طبعا، يعني ما فيش شك عندهم يأس، لان هم شايفين اهمال حكومي غير عادي. يعني مثلا لما يظهر وزير الاستثمار من يومين تقريبا او امبارح ويعلن ان البورصه مرآه مشروخه للاقتصاد المصري، انا فاهم هو يقصد ايه. هو يقصد ان حجم راس المال السوقي للبورصه ما بيمثلش اكتر من 25 او 27% من اجمالي الناتج المحلي، بعكس البورصات في بره ممكن يبقى اكتر من 70% و60% البورصه بتشكله من اجمالي الناتج المحلي، فهو يقصد هذه النقطه. لكن طبعا الانطباع اللي بيجي عند المستثمر هنا، يعني انت كمان مش يعني البورصه كمان مش مرآه يعني للدرجه دي، انتوا مهملينا. خدت بال حضرتك الحكومه بامانه شديده دورها مش واضح تماما في البورصه، ازاي البورصه بتاعتك تقعد تنزل كل هذه الايام وبهذه النسب وما تسمعش تصريح واحد من سوى من اداره البورصه ان هي تقول بس العواطف وتحافظ على العواطف؟ طب هو المفروض الحكومه تعمل ايه في يعني كان ايه المفروض يعملوا ايه؟ ان هو يطلع يطمن الناس على الاقل، يعني يطلع يطمن الناس من اللي بيحصل بره، يطلع المركزي يوضح قراراته
ايه المقصود منها او ايه الغرض منها، مش يطلع ينفي ان ملهاش اثار. احنا مش هنضحك على بعض، مش ينفع ان انا اقول اصل دي مش الصناديق ودي مش عارف ايه وتجاهل القرارات التانية. لا، هناك قرارات تانية ليها تأثير كبير على البورصة، ما ينفعش نضحك على بعض. الناس دلوقتي بقت فاهمة وبتتكلم والمواقع بتكتب والصحف بتكتب، فبالتالي ما ينفعش، لازم نكون صراحة، لازم نكون واضحين. لو في أزمة بالفعل نقول ان في أزمة والناس تبتدي تحتملها وتعمل حسابها، لكن ما نسيبش الناس كده حتى الحكومة تشعر المستثمر ان هي واقفة جنبه او ان هي معاه. بيقولوا ان ما ينفعش الحكومة تتدخل، مش عايزينها تتدخل. انا بقول لحضرتك تصريح، لا ما هو تصريح مع او ضد ده هيأثر على البورصة. مش ضد، لا، لما انا اقول له مثلا ان احنا حجم استثماراتنا بالدول الخارجية مش كبير، ان حجم استثماراتنا مع دول الخليج مش معناها ان احنا هنتأثر كتير بأسعار النفط المنخفضة، حاجات من هذا القبيل. يعني في امور كتيرة قوي، ممكن طرق كتيرة قوي من التصريحات والاحاديث تدي نوع من مش الطمأنة ان انا اقول لك ان الدنيا جميلة وهتطلع، لا، ان انا ابقى احسسك بس ان انا موجود وان انا شاعر بان البورصة بتتعرض الى يعني مأساة حقيقية. البورصة دي علشان برضو الناس المشاهدين العاديين يبقوا فاهمين، هي مش مجرد مضاربين او مش مجرد مجموعة بتستثمر وحاجات زي كده، لا، البورصة مرتبط بيها قطاعات كتيرة جدا، وعاملين في شركات وساطة وإدارة البورصة نفسها وشركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، كل دي عاملين بالعشرات بالمئات وبالالاف. فيعني والاعلام الاقتصادي وكل ده، دي قطاع كبير جدا في المجتمع. يعني المساله مش قاصره على مجرد كم واحد بيخش ويشتروا ويبيعوا كل يوم، دي والشركات نفسها شغال فيها الاف غير الشركات. فيعني الموضوع كبير جدا. فيعني عشان بعض الناس اللي بتبقى مش على درايه قوي باهميه البورصه ودورها في عمليه التمويل في الدوله، يقول لك طب هي عملت لنا ايه البورصه؟ هي بتفيدنا في ايه؟ مش مهم ما تنزل، حاجات من هذا القبيل يعني. فطبعا لا، البورصه مهمه جدا وليها دور كبير جدا في تمويل الشركات اللي موجوده فيها، وكانت سبب رئيسي في ان شركات كبيره جدا يعني حصل فيها عندها نمو خرافي بسبب طرحها او بسبب ادراجها في البورصه يعني. طيب حضرتك قلت ان الحكومه يا اما تتدخل بطرح شركات حكوميه، تمام، يا اما بتصريحات بهذا النوع. هل في اي طريقه للتواصل بين البورصه وبين الحكومه ان الصوت اللي حضرتك بتطرحه ده يصل الى الحكومه؟ يعني ايه مش يعني هل مثلا في لجنه مشتركه بين البورصه؟ لا 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 خالص. طب ليه ده ما بيتمش؟ والله هو يسالوا في هذا المسؤولين، مش يعني ده مش موجود للاسف شديد يعني. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا ان في الخارج في امريكا او في الصين حتى، يعني لما البورصه عندهم تراجعت حصل حاله من الهلع والرئاسه اهتمت والدنيا انقلبت. يعني ايه البورصه تنهار بهذا الشكل؟ البورصه يعني مرآه الدوله، بعيدا عن كونها ان هي بتمثل بقى 20% 25% 30%، اللي في النهايه بيطلع للعالم ايه؟ ان البورصه المصريه انخفضت بنسبه 13.7% في 5 ايام. ده معناه ايه بالنسبه لهم بره؟ ده معناه في كارثه في الدوله، في مصيبه في الدوله. فما ينفعش نتجاهل الامر بهذا الشكل. الرئيس اوباما لما البورصه عندهم حصل فيها انهيار عمل مؤتمر صحفي وعمل الدنيا انقلبت لمجرد بس انه يطمئن المتعاملين والمستثمرين في البورصه، بعيدا بقى زي ما قلنا في البدايه عن انها بتمثل 60% ولا 50%، لان دي بني ادمين في النهايه، دول مصريين يعني مش اعداء يعني. فالناس اللي بتخسر فلوسها دي مواطنين في البلد، من حقهم عليك ان انت تطلع تطمنهم او انك تقول لهم حتى كلمه تهديهم شويه، تحسسهم ان انت واقف معاهم او مش ناسيهم. القطاع ده مش مجهل، احنا بنهتم بكره القدم وبنهتم بالرياضات يعني، فمش هنهتم براس مال سوقي 500 مليار جنيه يعني؟ ده كلام الناس بس شايفينكم بتكسبوا كتير. فيعني ما انا قلت لحضرتك اهو، فين المكاسب بقى لما احنا يعني بنشوف بقى لنا 7 سنين دلوقتي من 2008 يعني احنا بنتكلم في 8 سنين تقريبا البورصه ما بتعملش اي حاجه غير انها بتنزل بس. يعني الناس اللي كان معاه مثلا دخل البورصه ب 100,000 جنيه فضل معاه 15,000 جنيه 10,000 جنيه. دي حقيقه مش ارقام جزافيه يعني، وفي منهم فلسوا خالص وجابوا فلوس تانية وخسروا برضه تاني 90%. فالمساله ان هو كل اللي هو عايش عليه الامل ان الاسعار ترجع تطلع تاني، انه مش يجيب فلوسه، لا، انه يجيب 20 30% بس من فلوسه. فالامل اللي هو عايش عليه ده ما تستكتروش عليه بانك انت تنتقده كشخص او كمواطن عادي وانت مش فاهم الحقيقة المرة اللي هو بيمر بيها. صحيح، شرفتنا ونورتنا.